هذا الطريق اللي هو منشأة، وكنت نقول هذا فتحناه اليوم رفقة السيد ولي وكل السلطات المحلية، اللي راح يكون عنده أثر كبير، أثر كبير على مدينة وهران بالنسبة للكثافة المرورية، لكل هذه الشاحنات كانت تمر على مركز المدينة رايحة تتجنبها، ومن ناحية البيئية كذلك، ومن ناحية الاقتصادية، لأن احنا نعرفوا باللي الموانئ هي عندها أثر كبير في الاقتصاد البلاد، وكيكون الولوج والخروج من هذا المنشآت هذه الموانئ رايحة تتقسم التكلفة هذه يكون عندها أثر على الاقتصاد الوطني.